أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالنجاح الذي حققه أسبوع القوة 2023 مسابقة أقوى رجل بحريني وأقوى رجل خليجي، والذي اختتم يوم أمس السبت بتنظيم من المكتب الإعلامي لسموه. وانطلقت المسابقة تحت شعار خلك وحش وتحت رعاية كريمة من سموه في الساحة المقابلة لمجمع الإف نيوز البحرين. جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أسبوع القوة 2023 وتكريم سموه للأبطال في مسابقتي أقوى رجل بحريني وأقوى رجل خليجي، بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وسعادة السيد فارس الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية، وسعادة السيد إسحاق إبراهيم إسحاق رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال، وعدد من كبار الحضور والمدعوين. وهنأ سموه كافة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة أقوى رجل بحريني وأقوى رجل خليجي وكافة مسابقات القوى البدنية الأخرى التي أشرف على تنظيمها الاتحاد البحريني لرفع الأثقال، مشيدا بالمشاركة الواسعة والتنافس الشريف بين المشاركين، والذي يعكس مدى السمعة الطيبة والمكان التي بات يتمتع بها أسبوع القوة عاما بعد عام. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن نجاح أسبوع القوة 2023 يعتبر إضافة إلى السجل الحافل لمملكة البحرين في تنظيم مختلف الفعاليات وتعزيز مسيرتها كوجهة لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية على مستوى المنطقة وبالأخص في رياضات القوة البدنية التي تجتذب أعدادا كبيرة من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ليجدوا هذه البطولة متنفسا لهم لإبراز طاقاتهم وإمكاناتهم البدنية وتطويرها للمنافسة على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي. وأضاف سموه أنه يحرص على تقديم الدعم والاهتمام لكافة الألعاب الرياضية ومن بينها أسبوع القوة 2023 الذي يكتسب اهتماما واسعا ومتابعة جماهيرية كبيرة في رياضات القوة البدنية والتحمل، وذلك في إطار اهتمامه الدائم برعاية الشباب والرياضة وتنمية المجتمع. وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن رياضات القوة البدنية والتحمل شقت طريقها بثبات وأصبح لها نجومها وأبطالها وشهدت انتشارا واسعا بين الشباب وتطورا كبيرا في مستواها، وأصبح لها تواجدا فعالا في الكثير من المنافسات، وهو ما فرض استمرار أسبوع القوة سنويا ليشكل محطة هامة لصناعة الأبطال في هذه الرياضة وخلق التنافس فيما بينهم، علاوة على ما يحققه من تعزيز الروابط الاجتماعية والعلاقات بين الشباب من داخل وخارج المملكة، معربا سموه عن تقديره لكل من كان له دور في نجاح الحدث. هذا وقد أسفرت نتائج مسابقة أقوى رجل خليجي عن فوز اللاعب البحريني حسين جمعة بالمركز الأول، وفوز اللاعب سلمان سالم بالمركز الثاني، وفوز اللاعب عماد القفاص بالمركز الثالث، وتأهل الأول في مسابقة أقوى رجل خليجي بجانب الأول في وزن الخفيف والمتوسط بمسابقة أقوى رجل بحريني إلى بطولة العالم.